شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العلي العظيم. إحدى الأشياء التي نلاحظها في هذا الشهر المبارك وفي أشهر أخرى أيضا، التأكيد الوارد حول إحياء ذكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في كثير من الأشهر يوجد في الروايات الواردة تأكيد وحث على إحياء ذكرى سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في شهر رجب هنالك زيارة لسيد الشهداء في الأول من شهر رجب. في شهر شعبان هنالك زيارة لسيد الشهداء في 15 شعبان. في شهر رمضان المبارك في عدة ليالي، مو في ليلة واحدة، هنالك تركيز على إحياء ذكرى سيد الشهداء. زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وردت في الليلة الأولى من هذا الشهر وفي ليلة منتصف هذا الشهر وفي الليلة الأخيرة من هذا الشهر وفي ليالي القدر الثلاث، يعني هذه 6 ليال نحيي فيها ذكرى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في عيد الفطر وفي عيد الأضحى وفي يوم عرفة وفي شهر محرم
وفي العشرين من شهر صفر تأكيد على إحياء هذه الذكرى. إحياء ذكرى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فيها عدة أبعاد: البعد الأول البعد الحضاري، إحدى أكبر الأخطار التي تهدد كل حضارة من الحضارات، خطر الذوبان الثقافي. الذوبان الثقافي لا يتعلق بأمه، ربما تكون هنالك أمه كبيرة من ناحية الحجم، ولكن هذا الخطر لا يتعلق بهذا خطر الذوبان الثقافي ما يتعلق بقوة الأمة، ربما تكون هنالك أمة قوية مهيئة لا تفقد شيئا من عناصر القوة، ولكن هذا الخطر يعني الخطر الثقافي يهدد حضارة هذه الأمة وكيان هذه الأمة. المغول، هذا أوضح مثال على هذه المقولة، المغول جاءوا إلى بلادنا بذاك الجيش الجرار اللي كان عندهم، ما كانوا يفقدون شيئا، جاءوا واحتلوا البلاد واحدة بعد الأخرى، أخذوا هذه البلاد وحطموا الخلافة العباسية. قول إذن كانوا غالبين، كانوا أقوياء. ينقل أنه نهر دجلة لعدة أيام كان ملون باللون الأحمر وباللون الأسود من الدماء اللي أريقت في بغداد. الكتب الخطية التي أريقت في نهر دجلة، نهر دجلة كان ملون لعدة أيام كما يقولون باللون الأحمر وباللون الأسود، ولكن المغول ذابوا ثقافيا لأن ما كانت عندهم حصانة فكرية، الأمة امتصتهم، يعني هضمت الغزو المغولي في داخلها. نفس ذول حكام المغول تحولوا إلى مسلمين، وتحول بعضهم إلى موالين لأهل البيت صلوات الله عليهم. إذن أمة قوية لكنها ذابت ثقافيا. في أمة ثانية حضارة قوية ولكن ذابت ضمن حضارة ثانية. إذن الذوبان الثقافي ما يتعلق بحجم الأمة، ما يتعلق بقوة الأمة، ما يتعلق بالموارد الطبيعية لهذه الأمة، لكن يتعلق بالمناعة الفكرية لهذه الأمة. أقوى النقاط التي نمتلكها نحن الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم، لو فتشت العالم كله، رحت إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، لن تجد أمة تملك هذه القوة، قوة سيد الشهداء.
الموالون لأهل البيت صلوات الله عليهم يملكون أقوى قوة. هذه السفينة كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة الحسين أوسع، وفي لجج البحار أسرع. هذه سفينة النجاة. هذه الحملات اللي تعرض لها الموالون لأهل البيت، لعله يندر في التاريخ أنه تعرضت أمه لهذه الأحقاد، هاي الأحقاد اللي انصبت من ذلك اليوم على الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم. ما أظن أن يوجد هنالك في التاريخ كله أو يندر أنه أمه تنصب عليها هذه الأحقاد بهذا الحج وبهذا القدر. شردوهم تحت كل حجر ومدر من أيام معاوية ومن قبل ذلك أيضا. إذا واحد كان مو يعلم أنه موالي يتهم، من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، تهمة ظن، فنكلوا به واهدموا داره. متهم مرت على الموالين لأهل البيت أيام كان يقال للرجل إنه زنديق، يعني كافر، يعني ملحد، يعني مشرك، أحب له من أن يقال إنه موالي لأهل البيت. لاحظ الإرهاب، نكلوا به واهدموا داره. ولكن لاحظ هذا اللطف الإلهي، حقيقة شلون لطف. هذه الأمة التي قتلت وشردت وبنيت في أسطوانات بغداد وسملت أعينهم وجدعت آنافهم ووضعوا في السجون حتى ماتوا، السجون اللي ما كان يميز فيها الليل عن النهار، كيف قاومت؟ شلون قاومت؟ هذه قوة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، هذه مجالس سيد الشهداء صلوات الله عليه، هي التي حفظت بإذن الله وبحول الله وبقوة الله، حفظت هذا الكيان وحفظت هذه الأمة، فلا يزداد أمره إلا علوا. هذا هو البعد الأول، البعد الحضاري لذكرى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ذلك الرجل يأتي إلى بيت الله الحرام ويقول، يطوف حول الكعبة ويؤدي الأعمال، ثم يخاطب الله سبحانه ويقول: يا رب، يا الله، إنك نعم الرب، تفضلت وأنعمت وجدت وكذا وكذا، ولكن أذكر فضل محمد. طبعا هذا تذكير لنا، حول هذا البيت كان هنالك 360 صنم، 360 صنم كانوا يعبدون من دون الله، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حطم هذه الأصنام وأقر الوحدانية. فاذكر فضل النبي صلى الله عليه وآله، إذا ما كان هذا النبي ما كنت تعبد وحدك، كانت اللات وكان هبل. ثم جاء إلى المدينة وسلم على النبي صلى الله عليه وآله
وقال إنك نعم النبي، جاهدت وعملت وضحيت وفعلت وفعلت، وقد ذكرتك عند ربك، ولكن يا رسول الله لا تنس فضل علي. إذا ما كان علي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يبقى هنالك ذكر للنبي صلى الله عليه وآله. النبي كان يقول: اكشفها كما روي، اكشفها عني يا علي صلوات الله وسلامه عليه. من الذي كان يكشف الكرب عن وجه رسول الله؟ واحد كان يذكر فتوحات فلان، أن فلان فتح كذا وكذا وكذا، فقال له أحد الأشخاص: ذكرت الفرع ونسيت الأصل، إذا فتوحات علي ما كانت، هل كانت تصل النوبة إلى فتوحات فلان وفلان؟ اذكروا تلك الفتوحات. إذا موقف علي صلوات الله عليه ما كان في بدر، ما كان في أحد، ما كان في بقية الغزوات، لم يكن يبقى من هذا الدين أثر، فاذكر فضل علي صلوات الله عليه. جاء إلى النجف وقال لعلي صلوات الله عليه: ذكرتك عند رسول الله، ولكن يا علي اذكر الحسين، إذا الحسين ما كان، إذا ثورة الحسين ما كانت، لم يكن يبقى لك أثر، فلولا الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما كان يبقى من علي ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي أثر. ولولا هذه المجالس ولولا هذه الذكرى لم يكن يبقى لسيد الشهداء أثر. هذا هو البعد الأول، البعد الحضاري لهذه الذكرى. البعد الثاني، هنالك أخطار تهدد الأمم وهنالك أخطار تهدد الأفراد. خطر قد يهدد أمة، عذاب إلهي والعياذ بالله يأتي ويهدد أمة من الأمم، العذاب الإلهي ما يحتاج إلى مؤونة. تلك المدينة اللي كان يضرب بها الأمثال، كانت مضرب الأمثال في العالم كله، ولكن في لحظات، لحظات مو دقائق، 20 ثانية فقط، يأتي هنالك زلزال ويقتل في تلك المدينة 4,000 إنسان كما ذكروا، 20 ثانية فقط. خطر يهدد أمه، وهنالك خطر يهدد الأفراد، كل واحد منا، ولا نعلم أنه ما الذي قدر الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الليالي، في ليالي القدر، في الليلة 23 أو في بقية ليالي القدر، ما الذي كتب لكل واحد منا إلى العام القادم؟ إحنا من الأحياء إلى العام القادم أو من الأموات لا نعلم. حقيقة القدر الإلهي رهيب، واحد ما يعلم فحش تقلب الدهر، تقلب، تقلب فاحش شديد كثير. هاي المخاطر وهذه الآفات اللي تهددنا كأفراد وتهددنا كأمم من أفضل الوسائل الغيبية لدرئها هو مجالس سيد الشهداء.
إحياء ذكرى سيد الشهداء، هذه من أفضل الوسائل. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون علل طبيعية، ولكن جعل هنالك أيضا علل غيبية. اللي أعطى التأثير لهذا القرص أعطى التأثير الغيبي لتلك التربة. من اللي أعطى التأثير لهذا القرص؟ هو القرص يملك التأثير بذاته؟ شنو، منين امتلك القرص هذا التأثير؟ منين عند هذه القوة؟ هل هنالك شيء يملك في هذا الكون صفة تأثيرا من عند ذاته؟ هل هنالك ذاتي في هذا الباب؟ ما عندنا ذاتي في هذا الباب حتى لا يختلف ولا يتخلف. الله الذي أعطى العلل الطبيعية آثارها، أعطى لهذه الأشياء الغيبية آثارها أيضا. ذات مرة ينقل أنه عم الوباء مدينة العراق، الأوبئة كانت تأتي فيما مضى، وعندما كانت تجي ما كانت تروح بسهولة، كانت تبقى مدة طويلة وتحصد الملايين أو الآلاف، عشرات الآلاف، لعله مدينة ما كان يبقى منها بيت إلا ويدخله الوباء. الوباء يجي للعراق ويدخل مدن العراق، ويدخل ضمن ما يدخل مدينة النجف الأشرف. طبعا عندما يجي وباء بعد واضح ما هي الحالة اللي تكون عند الناس، واحد ما يعلم إلى لحظات بعد حي أو ميت، لأن يقولون أن هذا الوباء والعياذ بالله في لحظات إذا استحكم، يعني إذا نفذ، مو الأعراض السطحية، إذا نفذ خلال لحظات يقتل ولا يمهل. جاء الوباء إلى مدينة النجف الأشرف، هنالك رجل متدين مؤمن ينقلون تفاصيله، يقول إحنا توسلنا إلى الله سبحانه وتعالى بسيد الشهداء، وأقمنا مجلس في ساحة من الساحات العامة، مو في بيت يعني، في ساحة من الساحات، أقمنا مجلس توسل بسيد الشهداء صلوات الله عليه، والناس انتهى المجلس والناس راحوا إلى أعمالهم، وهو هذا الرجل كان متعب مرهق بعد عمل طويل، فيقول نمت هناك، هو في نفس الساحة ما رحت للبيت. يقول في المنام رأيت ثلاثة مسلحين، واحد منهم أخذ يهاجمني وأراد أن يقضي علي. فيقول في هذه الأثناء صاحباه، يعني المسلحان اللي كانوا وياه، نهراه، قالوا له اترك هذا الرجل، أما ترى هذه الآثار؟ ما تشوف هذه الآثار؟ هاي الفرش بعدها مفروشة، فراش عزاء سيد الشهداء صلوات الله عليه، هذه المنقلة بعدها موجودة هنا، وهاي أباريق القهوة بعدها موجودة هنا، اترك هذا الرجل. يقول فعلا تركني، قال اترك هذا الرجل ولنذهب إلى القرية الفلانية، قرية سماها ضيعة، الضيعة الفلانية. يقول أنا استيقظت من المنام مرعوبا، في صباح اليوم التالي كنت أترصد الأخبار، جاءت الأخبار بأن هنالك ثلاثة أشخاص من الضيعة الفلانية ماتوا في تلك الليلة. هذا كان الأجل، الأجل توجه إليه. في الأحاديث أنه في ليلة 19
يقدر تقدر الآجال في ليلة 21 تقضى الآجال قريب بهذه المضامين، لعله قريب بهذه المضامين، وفي ليلة 23 تبرم الآجال إبراما. يبدو أن التقدير الإلهي إلى مراحل، مرحلة ومرحلة ومرحلة، هذا الأجل الذي جاء. ولكن هذه الأعمال وهذه المجالس ترد القضاء وقد أبرم إبراما، يعني القضاء حتمي، كل العلل تؤدي إلى ذلك، ولكن ببركة هذه المجالس يدفع هذا الأمر. البعد الثاني أن هذه المجالس وأن هذه الذكرى وأن هذه الزيارة أمان لأهل الأرض، هذا هو البعد الثاني للموضوع. البعد الأول البعد الحضاري، البعد الثاني أن هذه المجالس أمان لأهل الأرض، والبعد الثالث ولعله أهم من البعد الثاني أن هذه المجالس وأن هذه الذكرى شفيعة لنا في ذلك اليوم، في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، في ذلك اليوم اللي واحد في أشد الاحتياج، لأنه بعد انقطعت إيده من كل شيء، بعد ماكو هنالك أي شيء ينفعه، حينما تقطع كل شيء هذه المجالس وهذه الذكرى وهذه الزيارة وهذه العبرة شفيعة في ذلك اليوم. حقيقة من الضروري على المؤمنين أيدهم الله تعالى أن يعمموا هذه المجالس. شقد جيد تجدون في بعض العوائل، حقيقة عادة جيدة في عائلة من العوائل، تجد دورة السنة أكو قراية في بيوتهم، في الليلة الأولى في بيت فلان، في الليلة الثانية في بيت فلان إلى أسبوع، والأسبوع الثاني إلى نهاية السنة. ففي هذه العائلة القراية مستمرة من أول السنة إلى آخر السنة. شقد عادة جيدة حقيقة. كم من الجيد أن العوائل يعملون هذا العمل، كم من الجيد أن الشباب المؤمنين هسه في إطار عائلي يكون أو في غير إطار عائلي أن يعملوا هذا العمل. حقيقة واحد عندما يذهب إلى هنالك يتأسف على كل شيء من هذه الأشياء، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذا واحد يتمكن، إذا واحد ما عنده محذور بينه وبين الله، من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى إحياء ذكر سيد الشهداء، من أفضل القربات إلى الله ومن أفضل الوسائل للخلاص من عذاب الآخرة إقامة المجالس في البيوت. أصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم بذلوا أرواحهم، الروح يعني أثمن كل شيء، بذلوا أرواحهم لسيد الشهداء، أيتموا أولادهم. واحد لازم يتصور يعني شنو إيتام الأولاد. الإنسان بشر، ذول بشر كان عندهم عاطفة، كما أنه إحنا عندنا عواطف، هم كانت عندهم عواطف، رملوا زوجاتهم لماذا؟ لنصرة سيد الشهداء. واحد مو مطلوب منه يبذل روحه، ما أقول واحد يبذل روحه، ما أقول واحد يرمل زوجته ويوتم أولاده، يقيم مجلس في بيته،
واحد يبخل على سيد الشهداء بهذه التضحية البسيطة، نصف ساعة في الأسبوع، ساعة واحدة في الأسبوع. هنالك ينقل أنه كان في النجف الأشرف زقاق، يسمى هذا الزقاق بزقاق سيد علي الدرويش، كان رجل في هذا الزقاق، الرجل زقاق مثقف، سوق كان أو ما أشبه. الرجل كان أكو رجل في هذا السوق المثقف أو الزقاق المثقف عند بعض الأشياء. الشاعر يقول: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألما. كل واحد منا غالبا إلا من لطف الله به لطفا خاصا معرض لبعض الأشياء، لبعض الصغائر، بعض الذنوب كانت عند بعض الأشياء في حياته. ينقل أحد الخطباء المشهورين في النجف، يقول أنه: أنا في ليلة من الليالي، ليلة عاشوراء، أنا دا أروح من مجلس إلى مجلس ثاني، مريت بهذا الزقاق، وإذا بهذا الرجل اللي كانت معروف عنه بعض القضايا يأخذني ويقول: وين؟ قلت: أنا عندي مجلس. قال أنه: ما تقرأ لي مجلس هذه الليلة، ليلة عاشوراء، ليلة سيد الشهداء صلوات الله عليه، ما تقرأ لي مجلس؟ قلت له: في الواقع أنا عندي مجلس آخر وأنا مستعجل. قال أنه: لحظات فقط، تقرأ لي فدقراية. قلت له: وأين الجمهور وأين المستمعون؟ لمن أقرأ؟ قال: إلي، أنا مو إنسان، أنا مو مسلم، أنا مو موالي، إلي اقرأ لي. فيقول: قلت له أنه: وأين المنبر؟ منبر ماكو، إحنا الخطباء لابد أن نقعد على منبر ونقرأ، وين المنبر؟ يقول: فجأة رأيته انحنى واتخذ وضع السجود واعتمد على يديه ورجليه. قال: أنا المنبر، اصعد على ظهري واقرأ. بصفاء، بإخلاص حقيقة. يقول: أنا مشفت أنه لابد، يعني ماكو بعد، ما خلى لي عذر. يقول: أنا قعدت على ظهره وهو في حالة السجود، وقلت كلمات، قلت: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مظلوم، وقرأت عدة كلمات مختصرة. يقول: فهو أخذ يجهش بالبكاء في تلك الليلة، ليلة عاشوراء معلومة. يقول: أخذ يجهش بالبكاء، كملت بسرعة ورحت على طريقي. هذه ليلة عاشوراء. يقول: بعد 3 أيام فقط، واحد شافني من فضلاء النجف وقال لي أنه: علمت الخبر؟ قلت: لا. قال: إن فلانا مات، وأنا شفت حول رؤيا البارحة، ما أعلم شنو معناها. قلت له: شنو الرؤيا؟ هو ميت، مات ودفنوه. يقول: أنا البارحة في المنام رأيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو واقف في الأيوان، في أيوان الحرم، وإذا بجنازة تأتي إلى الداخل، يطوفونها حول ذلك القبر المبارك، بعدين يريدون أن يدفنوها في داخل الصحن، صحن أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه عليه، فتوجه أمير المؤمنين إلى أولئك اللي يحملون الجنازة، قال طلعوا هذا، طلعوا برا، لأن هذا الرجل ما إلى قابلية، هذا الرجل الملوث ببعض الذنوب وبعض الآثام ما إلى قابلية أن يدفن إلى جوار سيد الشهداء صلوات الله عليه أو إلى جوار أمير المؤمنين. طلعوا منا، يقول رادوا يطلعوا، وإذا بي أرى سيد الشهداء صلوات الله عليه يدخل مسرعا، مسرع، ويأتي إلى أمير المؤمنين ويسلم عليه ويقول له يا أبه ائذن بدفن هذا الرجل إلى جوارك. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى سيد الشهداء وقال له هذا الرجل تعلم أنه كان في حياته إلى بعض الذنوب بعض الآثام، ما إلى لياقة أن يدفن في هذا المكان. فتقدم سيد الشهداء خطوة إلى أمير المؤمنين وصلوات الله وسلامه عليه وقال له هل يمكن يا أبه أن يحرق منبرك بالنار؟ لأن ذول إذا أخذوا منانا، إذا الملائكة النقالة ما سمحوا له بأن يدفن بجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا معناه أنه ينقل إلى مكان آخر بعيد عنهم، هل يليق أن يحرق منبرك بالنار؟ فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا، أدفنوه هنا. فدفنوه في ذلك المكان. وأنا ما أعلم يعني شنو هل يليق، يعني شنو هذه القطعة، شنو هذه القضية، يعني شنو المنبر وأن يحرق منبرك بالنار. يقول فبكى هذا الخطيب بكاء مرا وقال إن هذه الرؤيا رؤيا صادقة، هذا الرجل في لحظات كان منبرا لسيد الشهداء، وهذه اللحظات هي التي نجت بشفاعة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من عذاب النار ومن عذاب الآخرة. هذه المجالس تحفظ لكم دين أبنائكم، هؤلاء الأبناء يعيشون في أجواء ملوثة، المدارس ملوثة، الصحف ملوثة، المجتمع ملوث، كل شيء ملوث، حتى الهواء اللي يستنشقه ملوث، تلوث كامل. شلون نحفظ ذول الأبناء؟ إذا أردنا أن نحفظ أبناءنا فطريقه مجالس سيد الشهداء في كل بيت وفي كل مكان بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أردنا أن نحفظ إيماننا فطريقه سيد الشهداء، وإذا أردنا الأمان في الدنيا فطريقه سيد الشهداء، وإذا أردنا الأمان في الآخرة أيضا فطريقه سيد الشهداء. نسأل الله حقيقة هذا التوفيق، هؤلاء الأفراد اللي عندهم مجالس في كل ليلة في الأسبوع ليلة واحدة، ذولا أفراد موفقين. ترى ما يعطون التوفيق لكل واحد، هذا يحتاج إلى توفيق. الأفراد اللي عندهم في بيوتهم إقرايا، هؤلاء موفقين منظورين من قبل سيد الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة سيد الشهداء في الدنيا وأن يرزقنا شفاعته في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي.
بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير